السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم. شهيد مواطن مغربي يقدم اعتذار رسمي للجزائر والرئيس الجزائري السيد عبد المجيد تبون. تابعوا معنا هذا الفيديو. ولاد عمي بنات عمي السلام عليكم. فكما كتشوفوا في هذا الاتموسفير تعمدت ندير هذه الاناره وهذه الخلفيه اللي صومبر، وانا قدامكم غادي نقر، غادي نعترف وغادي نقول الحقيقه. كتعرفوني شخص موضوعي جدا وصادق، داكشي علاش قررت اني اليوم نقول لكم باني ظلمت شي ناس، ظلمت السي عبد المجيد الرئيس نتاع الجزائر، ظلمت النظام الجزائري عام وثلاث شهور ولا عام وربع شهور وانا كننتقد فيه، وانا كنتهم النظام الجزائري وكنتهم السي عبد المجيد السي شنقريحة النظام العسكري بان عندهم مصالح في الصحراء وبان مورطين في هذا الصراع، وهو اتهام باطل، اتهام باطل الاخوان كنعترف به، خاصه ملي شفت البارح داك الخطاب نتاع السي عبد المجيد امام الولاد والوزراء وواحد العدد نتاع الشخصيات الجزائريه في واحد الاجتماع مهيب، والسي عبد المجيد كيتكلم بكثير من الصدق، فلومت راسي بزاف قلت حشوم عليك سعيد، ها هو السي عبد المجيد كيقول حنا ما عندنا حتى شي مصلحه دونك خصني نتيقو، ها هو السي عبد المجيد كيقول لك حنا لا دخل لنا في الامر، القضيه في الامم المتحده، وانا كنقول مع راسي علاش صاحبي، علاش صاحبي عام وثلاث شهور ودرتي خصوم وشحال من واحد كان كيدافع على عبد المجيد، وكانوا كيقولوا لي يا ودي راه السي عبد المجيد راجل مزيان، النظام الجزائري راه نظام زوين، راه غير نتوما كتفهموا خطا، غير نتوما كيجيب لكم الله تعتقدون ما عرفت كيوسوسوا لكم ولا ما نعرف، النظام المخزني النظام الهكاوي كيوسوس لكم بانه راه كاين مؤامره، ما كاين لا مؤامره لا والو صاحبي، ها هو السي عبد المجيد كيقول لك حنا ما عندنا حتى شي دخله في هذا الشيء نتاع الصحراء، وتيقتوا وملي تكلم على الدينار الجزائري على الانتعاشة اللي وقعت قلت شوف تبارك الله وصلى على النبي، شوف السي عبد المجيد في ظرف عام ونص ولا عامين طلع بالاقتصاد واحد الطلعه ما تقدرش تصورها، الدينار كان هابط بزاف، كانت القدرة الشرائية عند الشعب الجزائري ضعيفة، دابا حمدناك يا ربي وشكرناك، ها هما خوتنا الجزائريين ما بقاش عندهم مشكل تاع القدرة الشرائية، الادوات المدرسيه في الدخول المدرسي عندهم ماشي بحالنا، حنا ماشي بحال حنا عندنا الغلا، هما داكشي 100 درهم يعني 10 دولار، ها انت شريتي الادوات لولدك ولا لبنتك، وليت كنشوف بان حنا عندنا هنا ما كيخدموش كما النظام الجزائري، كيخدموش كما السي عبد المجيد، وقال لهم بان الدينار راه طلع كعمله ولا صندوق النقد الدولي كيقول لنا خصكم تطلعوه، صافي راه كنتيقوا فيكم، قلت علاش اصاحبي الدرهم كيهبط والدينار كيطلع، ماشي حسدتكم اخوتي الجزائريين، بالعكس كنقول علاش حمدنا هنا، هنا عندنا ما 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 ما, ما كاينش خدمه، ما كاينش هذا المخزن هذا خارج علينا حنا، دابا عاود قال لهم القضيه نتاع البريكس، سعداتكم سعداتكم اخوتي الجزائريين اغبطكم جدا، غدخلوا لواحد المجموعه اقتصاديه كبيره ناميه تبارك الله وصلى على النبي، وغتحلوا كاع المشاكل اللي بقات تبارك الله وصلى على النبي عليكم، وبفضل السي عبد المجيد والسياسه الحكيمه نتاعو ها انتم دابا وليتوا كتصدروا واحد العدد نتاع الحويجات من غير النفط والغاز، هذا الشيء ما كانش في العهد نتاع بوتفليقه، ما كانش في العهد نتاع الحكومات السابقه اللي كانت كتحكمكم العصابه، بفضل السي عبد المجيد وبفضل الجزائر الجديده
القانون الجديد نتاع الاستثمار. هذه هي الخدمة. فقلت السي عبد المجيد دار بزاف د الحاجات، وكنشوف زعما هذا الشيء على الواقع المعيش نتاع الشعب الجزائري. كتبان الشعب الجزائري فرحان وراضي بالسي عبد المجيد. كنقول انا مالي، انا علاش غننتقدو؟ وش نقول لكم، يعني الامور دابا ولات خصني اعتذر ليه، خاصه من اللي قال حنا ما عندنا غرض في الصحراء. حنا مع الشرعيه الامميه. فكنتمنى يكمل الهضره نتاعو السي عبد المجيد ويقول لهم لهذوك البوليزاريو، يقول لهم ودي حنا ما عندنا حتى شي دخل في هذا الشيء، والقضيه راه في الامم المتحده، وسمحوا لي ما غاديش نبقى نخسر عليكم فلوس الشعب نتاعي. انا كيهمني اني بغيت ندخل البريكس، وبغيت نطلع الدينار، وبغيت يكون الرخاء وما يكونوش الطوابير على الزيت وعلى الحليب وعلى السميده. فدك الفلوس اللي كنت او اللي كانت العصابه القديمه كتخسر عليكم، ما بقيتش غنخسرها. هذا هو المأمول فيك السي عبد المجيد، وانت رجل طيب تبارك الله وصلى عندي. كتبان فيك وانت كتهضر بواحد الروح الابويه، كتهضر معهم بواحد الابويه، واحد العفويه والتلقائيه، ما كاينش داك التصنع. فأنا كنعتذر اني خديت منك موقف، وغادي نزيد نعتذر لو كان انك تحبس الدعم اللي راك دير. ماشي انت، انا عارف ماشي انت حشومه، نقول لك انت لا حشومه، لا انت لا سيشن قريحه لا النظام نتاع العسكر. كانوا كيديروه العصابه السابقه في العهد نتاع بوتفليقه، ملي كان مريض مسكين استغلوا الفرصه وراحوا كيأججوا البوليزاريو وهذاك الغالي المهم داروا شويه الاخطاء. مي دابا لا، دابا الحمد لله الجزائر الجديده ما بقاتش كتهتم لهذا الموضوع بحالها بحال باقي الدول، بحالها بحال مصر، بحال السعوديه، بحال فرنسا، بحال اسبانيا، بحال الميريكان. يعني كتقول لك اسيدي هذا الموضوع هذا يمشي للامم المتحده بيناتهم. برافو عليك السي عبد المجيد، هذه القضيه هذه انا كنشجعك عليها، وكنعتذر اني قلت بزاف نتاع الانتقادات في حقك. اي نعم ما سبيتكش، جامي سبيتك، جامي عايرتك، وحمدتك يا ربي اني ما عايرتكش وما سبيتكش، لانه كان صعيب اني نعتذر. ولكن دابا غير انتقادات تقدر تقبلها مني، وانت الرجل يعني اللي كتقبل الانتقادات ديال الجميع، وكتقول بان غدا غادي نتسامحوا وغنتصالحوا. فكمل على خيرك، كمل على خيرك، طلع الدينار، كمل على خيرك، خدم وبين ذاك المستوى الكبير اللي خص توصل ليه الدوله ديال الجزائر كدوله عظيمه، الدوله القاره، القوه الضاربه، فهمتني السي عبد المجيد؟ ولن يتاتى ذلك الا اذا ركزتي على الشعب اكثر، وكما قلت لك تمسح ذاك الاخطاء اللي دارت في العهد نتاع العصابه ملي كانوا كيدعموا ابراهيم غالي، كيخسروا عليه الفلوس، الطيارات، السفريات، الدبلوماسيه، الرشوه، ومقابلين البيرو هذه عطي لهذا، سير لهذا، اعطيك هذا، ما بقيتيش كدير هذا الشيء. انا هذا الشيء باش عجبتيني السي عبد المجيد، وليتي انسان اللي كتهتم ببلادك وبالشعب نتاعك، برافو. سمح لي بزاف السي عبد المجيد، وانا كنعترف كما قلت في هذا التمصفير هذه، والله يجيبنا في الصواب، الله يجيبنا في الصواب السي عبد المجيد. بسلامه، باي باي، باي باي.